الأردنية. يسعدنا ويشرفنا أن نشارككم اليوم حفل توقيع بروتوكول بين شركة فوري ونادي كبير الرياضي لإطلاق أول نادي ديجيتال في مصر. حتى لا أطيل على سيادتكم، دعونا نستمع إلى كلمة المهندس عمرو جزاريل رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي. أرحب بالسادة الموجودين هي النهاردة، أنا سعيد جدا وسعادة خاصة جدا جدا لأن الاثنين يعني الدكتور عمر طلعت معالي وزير الاتصالات والمهندس أشرف صبري أصدقاء عمر، يعني مش معرفة امبارح، أعرف المهندس أشرف صبري من سنة 70 المهندس عمر من سنة 78، مش قادر أمنع نفسي إن أنا أبتسم كل ما أفتكر إن إحنا قاعدين في الكاباسيتي دي، فبشكرهم على مجيئهم. احنا النهارده ربنا نملي مع فوري ان احنا نتحول الى اول نادي كاشلس، دي هتفرق جامد جدا في السيطره على موارد الفلوس في النادي، هتقلل جدا اي تسريب للفلوس، واعتقد يعني المهندس الدكتور عمرو طلعت يعني هيعيد كلامي ان ده اتجاه دوله بصفه عامه، ان الدوله تحاول يبقى الفلوس بتتحرك من خلال تحويلات ومن خلال بنوك وان الكاش يقل مع الوقت، ده هيبقى ليه عائد كبير كمان على الاعضاء في الاطمئنان على اولادهم. الابلكيشن هيبقى على الموبايل، هيبقى على الكارنيه، يعني هننقل نادي الجزيره، احنا حاليا بنعمل فايبر اوبتكس زي ما كلنا عارفين، ده هينقل نادي الجزيره مع الابلكيشنز نقله كبيره جدا في عالم الاي تي. انا بشكر جدا الدكتور عمرو طلعت اللي شرفنا النهارده في المناسبه الجميله دي، وبفتخر ان انا في نادي الجزيره هنبقى اول نادي ياخد هذه البطوله، واعتقد ان في انديه كتير جدا هتمشي ورانا في الخطوه دي وهيبتدوا برضه يحتاجوا للكاشلس كلاب. طبعا المهندس اشرف صبري بشكره على مجهوده وعلى تعاونه، وهو احنا العهد اللي عملناه مع فوري انا واثق انه عهد كله مميزات راعي فيه العلاقه بتاعه نادي الجزيره، لان هما الاثنين بالمناسبه الدكتور عمرو والمهندس اشرف غير ان هما اصدقاء عمر، هما الاثنين اعضاء قدام جدا في نادي الجزيره ومترافقين في نادي الجزيره، وبشكر جدا المهندس اشرف وبكرر سعادتي وجوده معانا وسعادتي ان احنا هنبقى اول نادي رقمي في مصر، وبشكركم الاثنين. تعالوا الان نستمع الى كلمه المهندس اشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركه فوري. مساء الخير. هو بصراحه حاجه لطيفه جدا عادي في النادي بتاعه وبيعمل النادي بتاعه حاجه. يمكن هو ده المنطلق اللي احنا كلنا اشتغلنا عليه، ولو اي حد من الساده الاعضاء او اي حد راجع العقد هيعرف ان احنا بنعمل حاجه في مكان احنا بنحبه وكبرنا فيه، يعني في شويه مشاكل متضاربه كده انك انت بتبني عباره قوي وبعدين بتبص على اللحظه اللي انت موجود فيها من ساعه ما كنت بتلعب فيديو في نادي الاطفال لحد ما تهبط ما اعرفش فين وما الى ذلك لحد ما انت ايه النهارده قاعد بتحاول تساهم بشكل كويس في خلق منظومه جديده، والمنظومه فعلا كلمه نادي رقمي تعبر عن منظومة أكثر ما إنها منظومة بتساعد على المدفوعات الإلكترونية، لأن نادي رقمي معناه إن أعضاء النادي هيتواصلوا مع إدارة النادي، هيستعينوا على الخدمات، هيقدروا يحجزوا الخدمات بتاعتهم من خلال تطبيق واحد. فالتداول دوت أكثر من مجرد المدفوعة اللي هتتم في الآخر بصورة إلكترونية. سعيد إن أنا ضمن التجربة ديت. بسبب كلنا مع بعض ان احنا نعملها تجربه ناجحه جدا، ومساعدتكم ومساعدة حضرتك في الاداره ومساعدة لجنه الاي تي ومساندتنا ان شاء الله نشهد تجربه جميله الناس كلها تتفرج عليها وتكون تجربه. شكرا. مع كلمه معالي وزير الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني مش عارف ابدا منين، ابدا من فعلا زي ما المهندس اشرف قال ده النادي اللي كبرنا فيه ونشأنا فيه وشهد صورتنا وشبابنا واحلامنا، ونبدا زي ما المهندس عمرو قال ان احنا ربطنا علاقات امتدت اكثر من ثلاث اربع قرون. خلينا نبدا بيمكن ما يهم حضراتكم انه النهارده فعلا تعتبر هذه المناسبة نقلة نوعية، وهي ليس غريبة على نادي الجزيرة أن يكون سباقا، لأنه نادي الجزيرة شديد الثراء بأعضائه والخبرات التي يحتضنها ويضمها عبر تاريخه العريق. النهارده نادي الجزيرة تحول إلى نادي رقمي.
ده جزء من تحول دولة إلى مجتمع آخر. الدولة ووزارة الاتصالات وكمية المعلومات تشارك في خطة طموحة نعمل بجد على تحويل مصر إلى مجتمع آخر. مجتمع رقمي بمعنى أن يحصل المواطن على خدماته من خلال منظومة رقمية مميكنة، سواء حصل عليها من خلال منصات رقمية بورتلز يعني، أو من خلال تطبيقات على المحمول، أو حتى من خلال التوجه إلى مكاتب البريد أو مكاتب تقديم الخدمات الحكومية أو الاتصال بمراكز الاتصال كول سنترز. كل هذه المنافذ متاحة، ولكنها في النهاية تصب في منظومة رقمية لتقديم هذه الخدمات. فالهدف هو التحول إلى مجتمع رقمي، جزء من هذا التحول أن يكون أيضا مجتمع لا رقمي، وهذا أيضا جزء من ما نحتفل النهاردة إن شاء الله بتوقيعي أن يكون النادي بلا نقد. إن شاء الله نسعى إلى لا أستطيع أن أقول مجتمع بلا نقد، ولكن مجتمع يكون النقد السائل الدائر فيه أقل بكثير مما هو عليه الآن، لأن المدفوعات من خلال القنوات الرقمية تضبط الأداء أكثر، تساعد على تقليل الفساد، تساعد على تحسن مؤشرات الإنتاج والكفاءة في الدولة. نسعى أيضاً من خلال عدة مشروعات لا أريد أن أطيل على حضراتكم، لكن ربما أهمها مشروع كابل الموحد الذي تسعى دولة إلى إن شاء الله تطبيق مشروعه مع مطلع العام القادم. من خلال هذا الكابل الموحد يستطيع المواطن أن يحصل على كل المستحقات الحكومية، سواء كانت مستحقات نقدية أو عينية للمواطنين الذين يتمتعون بمظاهرات اجتماعية أو دعم أو خلافه، سيتلقون هذا الدعم من خلال هذا الكارت، أو يتلقون مدفوعاتهم سواء كانت مستحقات الحكومة أو معاشات أو مرتبات أو خلافه على هذا الكارت. هذا الكارت مرتبط بحساب بنكي سواء في المنظومة المصرفية أو في البريد المصري، ومن ثم هو نقلة نوعية على مضمار الشمول الرقمي، أنه في خلال إن شاء الله مدة لا تجاوز عامين يكون لدى كل من يتعامل مع الحكومة حساب بنكي، تتحدث على 27 أو 28 مليون حساب في خلال هذه الفترة. هذه نقلة نوعية، هذا مشروع ضخم تشارك فيه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع باقي أجهزة الدولة وفي مقدمتها البنك المركزي المصري الذي يمثل لهذا المشروع. الحقيقة أردت من استعراض هذه المشروعات وهذه الخطوات أن أوضح أن ما نحن بصدد اليوم هو لجنة مهمة جدا على حائط التحول الرقمي في مصر. ليس غريبا أن يكون لجنة كثيرة في المقدمة كما يعني كلنا نفخر، هو يمثل العراقة، ولكنه الآن يمثل العراقة والمعاصرة، ونمثل اليوم بين تاريخ هذا النادي الكريم وبين تطلعه إلى مستقبل قائم على أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا المعلومات. أشكر مهندس عمرو الجزائري ومهندس أشرف صبري على دعوتي لحضور هذا التوقيع، كل الدعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لهذه الخطوة.